انا قلت حق امي وانا قلت حق ابوي شفت بالقهوه بروح بيت خالتي محمد وانت وراك ما قلت حق امك ايش فيك امه انت امي اي والله انا وراك اي يا يمه زين يا يمه انا اليوم بحازيكم ان شاء الله يمه يمه حازينا هذا خيك لسنه في السجاكين لا لا احمد حازينا خالتي كنيفيسه طنيفيسه نبي الحزايه هذا لا يمه خالتي نبي حزايه ام القاق لا يما لا ام القاق ولا ام رقاق يا يما هاي شنو بيب لكم حزايا حلوه وجديده لك يا يما سمعوا لي انا وياكم خير اللي فانا واللي فاكم وشر تعدانا وتعدانا وبعدين زور ابن زرزور اللي يبعد وقف وترى الساق يجدوه وخلى اللحوم والشحوم على الصوان تجدوه حلو حلو يا يما حلو اول شيء يما الصلاه على النبي اللهم صل وسلم عليك يا نبي سمعوا يا عيال في عيز اسمها عين عنتو عين عنتو يا يما عيز كبيره بالعمر الكبير الله سبحانه فيها يما ريلها متوفي عندها 15 بنت و15 صبي الله
كلهم عيالها؟ عيال الجيران يا يمه، اكيد عيالها وعيالها انزاق شاقين القاع وقايلين انباع يا يمه. ايه وتالي يوم من الايام ياها واحد بخطبها. خطبها؟ ايه عيوز النار، تبي تتزوج بعد؟ صج لا حيا ولا مستعد. استح على وجهك، انا عيوز وهي عيوز تعيم علينا. خاطي مو كلم دلقه ميون. يلا عاد يلا عاد ان شاء الله ان شاء الله. صح صاجي وليدي. أوكي. تعال يا يمه بعد ما تزوجت العيال ايش سووا؟ سووا وي 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 يا ابو المعرس طقوا طق السنه بساعه. يعني ناموا مردانه؟ ناموا مردانه يا يمه. ايش شو يسوون؟ انا لو وياهم خالتي كان طقيته وقصرت صراع المعرس. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا منو اللي حكي؟ انا عنابر خالتي. هو عنابر وينك؟ ما راك ما تبين. تعالي يمك ما تشوفيني. اقول يمه. هلا يمه. عطنا هذا عشان اشوف. ايه شو يهمك؟ اقول نيبر. هلا خالتي. وينك؟ لا تحرقين خالتي. تحت شمي. كاني يهمك. بطل حلجك خلا اشوف اسنانك. يا حلوك يمه يا حلوك. يا يمه. قلت علينا والله. لا يمه لا محشوم. يمه لو ما هذا احنا ما نشوف يا يمه الله يهداك. حط هذا بمكانه. ان شاء الله يمه. يا يمه هذا منه فايده يا يمه. زين كملي حزايا خالتي. انا اكلم لكم. تعالي يا حمامة. والحمامة هذه ايش سوت؟ سوت عطت حق عين عنجو حبة شعيرة. شعيرة؟ وخذت عين عنجو هالحبة هذه وكل يوم وتكبر وتكبر. لا وي وتكبر بس يعتوني الحزاية وعلي عليه. من خذت هالحبة قامت تصغر 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 وعلي عليه لين صارت بنت صغيرة. تعالي يا يمه راحت السوق بتاخذ ادانها هناك ويما الرياييل يغازلونها. عقب ما صغرت يغازلونها. يا يمه تعالي يا البيت لعبت ادانها دشوا عليها عيالها لقوها شو تسوي؟ شو تسوي؟ يمه تلعب حيله. تلعب حيله؟ يا يمه تلعب حيله. تعالي يا يمه وعلي عليها كل مالها وتصغر زياده لين صارت ام شهر بالمهاد يا يمه. اي وعلي وانبرطت. صار فيها شو صار فيها؟ صار فيها صار فيها حصبه. اي يا يمه. اي يمه عشان تعرفون الام هالعيال اللي كل مو راضين عن امهم انها تتجوز وتشوف الدنيا راحوا وخذوها ودوها من تخطر لتخطر من تخطر لتخطر من تخطر لتخطر. زين وبعدين؟ تعالي وعلي هالتخطر شافوا علامكم منو هذه الياهل الصغيره اللي جايبينها؟ امي امي هذه هذا خطر امي 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 مريضه امي فيها عصبه. فيقول لك روح زين هذه امك هذه امك عين عنجو. عين عنجو؟ هالخرابيط يمه. خالتي كل يوم تزار راتله وتقصين علينا بهالحزاوي. اقول خالتي ترى قمت تخنبقين بالحزاوي. والله شنو تقصين علينا واحنا مجابلينك؟ اي والله ايش دراني؟ ها هني طقني يمي. انا بديت اخربط. عنك خالتي شنو؟ اقول امي هلا يمه عطنا القدو. ان شاء الله. ايش تبين بالقدو؟ مو زين قبل السحور. عطنا القدو يلا. يشحن كبدك قبل السحور. اقول. قولي. الشرها مو عليكم، الشرها علي انا اللي قاعده ومجابلتكم وحازيكم. شوفوا عاد دفعوا على وجهي. يلا دفعوا على وجهي. يلا ما كل انت يا بعد قلبي اقعد وحازيك. سمعي لا تدوده وتحتار منها